رايك في قائمه مصر لكاس الامم الافريقيه بعد استبعاد افشه؟ والله القائمه كلها كويسه، بس استبعاد افشه ده انا الواحد زعلان منه، وكمان انا اهلاوي وبحب افشه جامد، فصراحه انا بحب يعني يضيف العناصر اللي هي اكثر فعاليه مع الفريق. يعني مثلا عندي رمضان صبحي، ليه ما بيلعبش؟ رمضان صبحي يعني لعب كويس في الفرقه بتاعته، والراجل كان بيلعب مع منتخب الشباب والمنتخب الكبير وكان 100 يعني صراحه. فانا يعني لازم نضم لعيبه لها تاثير في الملعب، وقت ما انا مثلا عاوز انزل لاعب، اللاعب ده عارف اللي هو هيفرق معايا في اخر لحظات او اخر 10 دقائق او كده، بحيث ان المنتخب بتاعنا بيقف يعني صاحب الدقيقه 90. في الدقيقه 90 دي بتبقى مشكله سواء لينا او علينا. لينا لما احنا مثلا متاخرين ممكن ننزل واحد في اخر 10 دقائق او 5 دقائق، ممكن واحد زي رمضان صبحي او مجدي قفشه يعمل فرق. ده المفروض محمد مجدي قفشه يحضر كل اللقاءات بتاع المنتخب عشان احسن صانع العاب في مصر، حاجه اكيد. المفروض محمد شريف يلعب هجوم، ما يلعبش جناح، ما فيهوش اي بديل ليه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. هم صراحه قايمه محترمه وقايمه مظبوطه وتمام، بس انا بعلق مثلا على حكايه ازاي استبعدوا قفشه. ازاي يعني قفشه هياخدوا مكانه مين؟ عبد الله السعيد كبر، مفيش، خلاص خلص. هياخدوا مين مكانه؟ مفيش. هو احسن صانع العاب صغير وارقامه كويسه مع النادي الاهلي وارقامه كويسه مع المنتخب، وكفايه بس علم على الزمالك. انا شايف ان كيروش ده يمشي، هقول بقى من الاخر، كيروش ده يمشي ويجيبوا حسام حسن بدل اللي هم عمالين يعملوه ده، وكل شويه مدرب اجنبي وما بيعملش حاجه اساسا. هي جت معاه حظ في كاس ال كاس العرب، وفي الاخر حتى طلع على من ايد تونس، وهو كان منتخب اضعف يعني مننا، كنا اقوى منتخب في البطوله، وطلع كل ده عشان حظ. فانا شايف ان هم يمشوه اساسا، حتى اختياراته للعيبه ما كانتش كويسه، ويجيبوا حد مصري يعني حسام حسن، حسن شحاته، الناس دي احسن منه بكتير. هو ما بيقولش اسباب اصلا، هو كان طلع في البطوله بتاعت كاس العرب قال ان هو كان عايز يريح قفشه لماتشات مهمه، ودلوقتي بيستبعده خالص من البطوله، فهو متناقض. بس انما قفشه لعيب مهم، وحتى يعني انا في مصلحتي ان انا اهلاوي ان هو ما يروحش المنتخب، لا يتصاب او يحصل اي حاجه. بس وانا كده كده طول ما المنتخب مكمل ومعاه مدربين اجانب وكده ما لهمش لازمه اساسا، انا عادي يعني. بس بصراحة أنا شايف يعني إن قفشة لعيب مهم، وما كانش، مع إني زملكاوي بصراحة، أنا شايف إن هو لعيب مهم يعني في خط النص هو وطارق حامد، وبرضه استبعد طارق حامد. يعني مش شايف أي سبب إن هو يستبعد الاتنين بصراحة، مع إنهم عاملين أداء كويس سواء في الدوري أو حتى في أي بطولة عامة، الاتنين مستواهم كويس. وبرضه المدرب كابتن حسام حسن أحسن بكتير من كروش، وإن أي أصلا وان اي مدرب اصلا اجنبي جه لحد دلوقتي مع المنتخب ما شفتش اي انجاز عمله، غير طبعا كوبر لما صعد بينا كاس العالم، وبرده يعني صعدنا كده حظ، صعدنا حظ بصراحه. ويعني فانا مش شايف ان فكره المدرب الاجنبي هتنفع معانا، ونشايف يعني المدرب المحلي احسن بكتير. والله يا قفشه مهم جدا في الماتش، يعني مش عارف ازاي استبعده، المفروض كان يبدا بيه في الماتش، يعني مش عارف ازاي. بس هو تقريبا هيبدا بعبد الله السعيد مكانه مع فريقه، بيأثر في وجوده، تقريبا وجوده بيأثر وعدم وجوده بيأثر. هو ممكن يكون مش مقتنع بقفشه، وممكن يكون طارق حامد برضه غيابه عنده ناس شايف ان هي بتأدي اكتر منه.